ياخذ كرة. عبد العزيز يا لعيب الى همام، شوت همام، هو هو ايش تبغى في حصة الرياضة؟ انه كل اللاعبين يصيروا لابسين لبس واحد زي كذا. ملعب مزروع. بس دحين هو ايش فاضي ولا بيستخدموه؟ فاضي، ما حد بيستخدمه. في حساسية، في غبار، في يبغى لها صيانة، موية ما في، يعني يبغى لها تعديلات كثيرة. في مدارس ما توفر اصلا ملاعب رياضية جيدة لطلابها. وفي مدارس توفر ملاعب ولكن في رياضات محدودة وملاعب صغيرة. وفي مدارس توفر هذا. هنا عندهم الهوكي العادي، آيس هوكي، جيم حق المدرسة، كرة سلة، جو. Yep. How are you? All is well. I'm 18. 18. How long do you usually do? I'm doing it for 45 minutes combined, the physical part, and then we go downstairs to like do basketball. مستر جو عمره 18. طبعا هو أطول مني بس ما علينا، ما حنختلف يعني. بلد زي فنلندا اللي احنا فيها 5 مليون مواطن فقط حصلوا على 455 ميدالية في الأولمبيات، مقارنة بالعالم العربي الذي حصل على 81 ميدالية فقط لا غير. فنلندا كل 11,000 مواطن يحصلوا على ميدالية واحدة، العالم العربي كل 4 مليون مواطن يحصلوا على ميدالية واحدة، أي أن إنتاجية الفرد الفنلندي 363 ضعف إنتاجية الفرد العربي، وهي بلد صغيرة لا تقارن لا حجماً ولا عدد سكاناً بالعالم العربي الكبير. يعني هذا كيف تكسر؟ أنا أرجع وأقول لك إنه هذا باجتهاد، هذا كله هبوط صار له، لأنه صار ضغط هبوط. أي صار له هبوط، التربة ما هي متكوكة. هو المفروض لازم. المقاول لما يعمل حاجة عارف قيده إنه في طلاب وفي حركة، فلازم يعمل حاجة تدوم يعني. صحيح. صح؟ ايش رايكم نسوي كاس؟ حلو حلو حلو. ها؟ حلو. نسوي كاس وبعدين نسلم الكاس وكذا. استراتيجية التحالف بين كافة الجهات من أجل التحسين، شغل تحالفي، شراكة استراتيجية بين الوزارة، وزارة التربية والتعليم، والقطاع الخاص والإعلام، كله حط يده في يد بعض، الكل شريك في التغيير. في إحصاءات تقول أن البالغين يحتاجوا إلى 30 دقيقة رياضة يومياً على الأقل 5 مرات في الأسبوع. الطلاب الذين يخضعون لنظام رياضي 5 مرات في الأسبوع أدائهم الدراسي يتفوق بنسبة 30% عن الطلاب الذين لا يمارسون الرياضة. أيضاً احتمال الالتحاق بالجامعة والتخرج يرتفع بنسبة 40% عند الطلاب الذين مارسوا الرياضة بشكل مستمر في المدرسة. الملعب مساحة طيبة ممتازة، غير حالياً مستثمرة ومستغلة. نقوم إن شاء الله بتغيير هذا الملعب، بتطويره بالكامل ليصبح ملعب
نجيلة صناعي ونقيم عليه الكأس. شكر الحقيقة خاص جدا في هذه الحلقة تحديدا لشركة تريبل أم لأنهم تعاونوا معنا في تطوير الملعب وهم اللي راعوا الملعب بالكامل، وإحنا فخورين أنه هذا مصنع أيضا في السعودية في المملكة العربية السعودية، فأيضا هذا ترويج لموضوع المنتجات المحلية. هذه النجيلة تمام، وبعدها بعد النجيلة بعد فرش النجيلة تتغرى وتتخطط تخطط الملعب بالكامل، بعدين يعمل له فيلينج تعبئه للرمل السيليكي اللي هو الرمل الكوارتز يسموه الابيض هذا، وبعدين المطاط اللي هو جراني والربر، مطاط حبيبات المطاطيه. وزاره التربيه والتعليم ايضا جزاهم الله خير تكفلوا في المضمار اللي حول الملعب وفي تصحيح وتصليح وتحسين المدرجات لتكون سليمة وليس فيها خطورة على الطلبة. جمباز. كيف قاعد يلف؟ يا الله. ما شاء الله. علم شغالة يا عم. وهذا هو المضمار، مضمار الجري عشان يصير فيه ايش؟ سباقات من جد. هنا في الصين وهنا مدرسة فيها الجري، ما في اظن مدرسة الا فيها رياضة الجري، كلنا في المدرسة كنا نتسابق. الفرق انه المدارس تجهز على الاقل اضعف الايمان الاساسيات لتنسيق انه هذا الجري يكون بشكل محترف. وشوف انه واضح كمان، شوف سبحان الله واضح انه التدريب محترف، يعني في كانهم بتدربوا على الاولمبيات. فشوفوا نتيجه هذا اداء الصين في الاولمبيات 1988 كان ترتيبها رقم 11، الان شوفوا التطور، عام 92 كان ترتيبها الرابع، عام 96 ايضا الترتيب الرابع، عام 2000 الترتيب الثالث فتحسن الدرجه، عام 2004 اصبح ترتيب الصين الثاني في الاولمبيات، ووصلنا إلى عام 2008 الأولمبيات التي أقيمت في الصين، حصلت فيها الصين على 100 ميدالية وكان ترتيبها الأول. فشوفوا كيف التطور التدريجي عبر السنين إلى أن وصلت إلى المركز الأول، مجهود جاب ثماره بالحصول على المركز الأول. إحنا عندنا مبدأ العقل السليم في الجسم السليم، وكذا يحصل الجسم السليم أهو، ده جسم سليم، جسم سليم ليه؟ حتى يعني تحس فيه احتراف، في احتراف في الحركة، مو مجرد يلا نجري. هي جميل، نوفر ملاعب، نوفر سلامة للطلبة. كلمة رياضة في لغة العرب هي من راضة، يعني راضة الدابة، راضة الدابة يعني روضها، روض الدابة، روض الدابة يعني ذللها وعلمها السير. ففي إشارة في كلمة رياضة إلى موضوع التعليم وموضوع التهذيب وموضوع التدريب وموضوع النظام، كل هذا يأتي من خلال كلمة رياضة. وتبقى المرحلة الأخيرة جدا ثم الكأس. كأس الإحسان حبينا نؤصل فيه عدة مفاهيم، فالأولاد بنفسهم حبينا يكون لهم دور ومشاركة، فالأولاد خليناهم يختاروا أسماء الفرق حقتهم وهذه أيضا تمت بالتصويت.
مبروك. الأهلي والاتحاد التقوا و اتحادنا أهلي. توقع مين يفوز؟ إن شاء الله الأهلي. الأهلي كم كم؟ 3-0 زي كذا 3. ايش رايك في جول الاتحاد؟ والله كويس. مين في رايك حيفوز؟ الاتحاد. كم كم؟ 2-2. الاتحاد حيفوز 2-2؟ ايوه. الاتحاد 2 والهلال 0 والاهلي. ايوه والاهلي 0. والاهلي 0. طيب سما سجل. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال ولجسدك عليك حق، حق جسدك فيه له حق عليك. كيف يجسد هذا الحديث النبوي بشكل عملي في المدارس؟ الرياضة. الرياضة إذن الرياضة هي حق من حقوق الطلبة وليست كماليات، هي من الأساسيات، لأن الرياضة لها علاقة بالجسد، وبالتالي توفير الرياضة ما نعتقد إنه والله كويس إنه في رياضة ولا ما في رياضة ما هي مشكلة، لا مشكلة لما ما يكون في رياضة. إيش في رأيك السبب أنكم ما شاء الله يعني حققتوا 3 أهداف؟ فريقنا فريق يعني وحوش يعني. وحوش. صحيح. خلصت المباراة. الاتحاد فاز. ممارسة الطفل اللياقة البدنية يوميا لمدة 8 دقائق فقط تحميه من أمراض المفاصل والعظام التي قد يصاب بها في المستقبل. عدد حصص الرياضة المناسبة لطلاب المتوسط والثانوي هو 5 حصص في الأسبوع، ومع الأسف يخضع طلاب الثانوي في عدد كبير من البلاد العربية إلى حصة واحدة فقط في الأسبوع، وهو أقل بكثير عن المعدل المطلوب. مباراة النهائية الهلال والاتحاد، جبنا كأس الإحسان وعملنا زي منصة. ليس كل الطلبة عندهم اهتمام انه يلعبوا. طيب هل هذا معناه انه الباقين ما نستطيع نعلمهم شيء عن طريق الرياضة؟ لا. وبالتالي بعض الناس اللي صوتهم جهوري اللي يحب انه يتكلم وهكذا يعلق على المباراة. سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم. المباراة النهائية تقام في مدرسة مجمع النور بحضور الأمير ومدير المجمع بين الهلال والاتحاد كلاسيكو السعودية. تبدأ مراسم الافتتاح. الآن بدأ الشوط الثاني، يلعبها الوسط لكن فين إلى أوت أوت. تشجع الهلال ولا الاتحاد؟ الاتحاد. انتصار عالمي، انتصار لكأس
انتهت المباراة بفوز الهلال بهدف في آخر كم دقيقة على الاتحاد. الحين توزيع الكاس. طبعا برضو هذه من ضمن التربية التي تأتي عن طريق الرياضة. فريق الهلال فاز، الاتحاد خسر. لعيبة الاتحاد ما توقعت صراحة، ولكن ثلاثة منهم قاعدوا يبكوا. ليه بس كده؟ ليه؟ لا يا شيخ، المباراة فوز وخسارة، مو دائما لازم عشان واحد يفوز واحد يخسر؟ ليش زعلان؟ ها؟ كان معاهم والله. لا يا شيخ، ما نبغى نعلق شماعة الحكم. من فين جاب الفكر ده؟ فكرة المؤامرة ده، إنه كل ما نخسر لازم نلوم إيش؟ لازم نلوم طرف آخر. جابوه من اللي بيشوفوه. المسؤولين دائما عندنا في العالم العربي مع الأسف الشديد، يعني عدد لا بأس به منهم، دائما بعد نهاية أي مباراة الحكم هو الشماعة التي نلوم عليها دائما خسارتنا. فحاولنا في هذه الجزئية أيضا، لأنه مرة أخرى الهدف هو التربية. هم برضو لعبوا واستحقوا الفوز، خلاص نقول هارد لك، وإحنا الحمد لله حاولنا نلعب وخيرها في غيرها، والكاس المرة الجاية، ونبارك للي فازوا. كيف هنعلم الروح الرياضية لما يكبروا اللعيبة إذا ما علمناهم إياها وهم صغار؟ أيوة، الروح الرياضية هذه تمام. وانتوا قولوا لهم مبروك، قولوا لهم مبروك. أستاذ محمد، إيش رأيك في المباراة النهائية؟ بالتأكيد يعني صاحب الهدف هو يستحق الفوز. إيه. الاتحادية قاعدين يلوموا الحكم. قلنا لهم بلاش حكاية لوم ده الحكم. الحكم دائماً حيتلام أصله. والله عينه. مسكين الحكم. أيوة. مبروك. حيوا الهلال. سنحيا كراما بأوطاننا، ونبني من العدل مستقبلا، نشارك تغييرنا كلنا، على النفس ثورتنا أولا، نفك قيود الهوى والفساد، وبالعلم ننهض and